السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. من الإمام الخطابي وما مكانته العلمية وما مذهبه النحوي؟ ما مؤلفات الخطابي العلمية وما أهمية كتبه؟ بيان إعجاز القرآن، غريب الحديث، معالم السنن، وإصلاح غلط المحدثين، وما منهجه وأسلوبه في تأليف تلك الكتب؟ سنناقش ذلك في حلقة لسان العرب لهذا الأسبوع بعنوان الإمام الخطابي المحدث والفقيه واللغوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع الإمام الخطابي المحدث والفقيه واللغوي. ونرحب بدءا مشاهدينا الكرام بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ الدكتور حسن الخطاف، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة قطر. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. نبدأ منك دكتور حمدي، حدثنا بدءا متفضلا عن الإمام الخطابي، من هو؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الإمام الخطابي هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي الأديب الرحال المحدث المفسر أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، ولد في مدينة بست. نعم، من بلاد كابل أفغانستان. أفغانستان حاليا. نعم حاليا. نعم. سنة 1700 وقيل 1300. صاحب التصانيف الكثيرة الممتعة. قال الحافظ أبو المظفر السمعاني: كان حجة صدوقا رحل إلى العراق والحجاز وجال في خراسان وخرج إلى ما وراء النهر. وقال الحافظ الذهبي: الخطابي الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف، ولد سنة 1300. نشأ محبا للعلم فاجتهد وسافر إلى بلاد كثيرة، سافر إلى البصرة وإلى بغداد، وقضى فترة في مكة مجاورا لبيت الله الحرام، وذهب إلى عاد إلى خراسان واستقر به المقام في نيسابور عامين أو أكثر، وصنف بها بعض كتبه، ثم خرج إلى ما وراء النهر وانتهت به الرحلة إلى مدينة بست، فأقام بقية حياته وفيها توفي سنة 88 و300. وكان شاعرا، ومن شعره نذكر بعضا من الأبيات: وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. ويقول أيضا، هذه يعني أشعار العلماء. نعم، يغلب الغالب عليها الحكمة، واضح فيها. نعم نعم. فسامح ولا تستوفي حقك دائما، حكم. نعم. وأفضل فلم يستوفي قط كريم، ولا تغلو في شيء من الأمر، واقتصد كلا طرفي قصد الأمر الأمور ذميم. نعم، الإفراط والتفريط. نعم نعم. من شعره أيضا آخر بيتين نذكرهما: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، ولا تعلق بغير الله في نوب، إن المهيمن كافيك المهمات. الله، جميل. نعم. إذن نرحب بك مجددا دكتور خطاف. ما أبرز مشايخ الخطابي، ومن أبرز مشايخ الخطابي ومن أبرز تلامذته؟
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة عليه وأتم الصلاة التسليم والسلام. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة كثر شيوخه وتلامذته بحسب العلوم التي أخذها وأعطاها، وساعده في ذلك كثرة رحلاته في طلب العلم. أخذ العلم أولا عن علماء بلده، ثم ارتحل طلبا للاستزادة وسماع للحديث، فكان ينتقل بين بست وسجستان، ثم رحل إلى نيسابورة وأقام بها سنتين، وزار بخارى، ورحل إلى بغداد، وسمع من علماء كثر. سمع من إسماعيل بن محمد الصفار النحوي، قال عنه ياقوت الحمي في معجم الأدباء: علامة بالنحو واللغة. وأخذ النحو واللغة من أبي عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب محمد بن المطرز البغدادي اللغوي، قيل عنه إنه أملى 30,000 ورقة في اللغة، كان حافظا ثقة إماما، وسمع الحديث من شيوخ كثر، منهم أيضا أبو عمرو الدقاق المعروف بابن السماك. ثم بعد ذلك ذهب إلى البصرة وسمع من أبي بكر بن داسة، وكان ابن داسة ثقة عالما، وهو آخر من روى السنن عن أبي داود السجستاني، نعم. وللخطابي شروح عليه. وأخذ الفقه أيضا عن أبي علي بن أبي هريرة، وهو من شيوخ الشافعية ببغداد، قال عنه السبكي في طبقات الشافعية: أحد عظماء الأصحاب. هؤلاء هم أبرز شيوخ الخطابي رحمه الله. أما عن تلامذته فأبرز هؤلاء التلامذة عندنا أبو أحمد الحاكم النيسابوري، وهو في الحقيقة من أقرانه في السن والسند. وللحاكم النيسابوري كتب في علوم الحديث، ومن أبرزها وهي موجودة بين أيدينا كتاب المستدرك على الصحيحين، وكتاب معرفة علوم الحديث وتاريخ نيسابور. ومن تلاميذه أبو حامد الأسفرايني حافظ المذهب الشافعي وإمامه. وعندنا أخيرا عندنا أيضا أبو عبيد الهروي الشافعي اللغوي البارع، كان من علماء الناس في الأدب واللغة، صاحب الغريبين غريب القرآن وغريب الحديث. نعم بوركت دكتور، سأعود إليك مجددا. أما الآن دكتور حمدي، نأتي إلى مذهب الإمام الخطابي، ما مذهبه العقدي والفقهي وأيضا النحوي أو اللغوي؟ اللغوي نعم. أبو الخطاب يعني كان مذهبه بالنسبة للعقيدة من أهل السنة والجماعة، وبالنسبة للفقه كان شافعي المذهب، ولعل هذه البلاد في ذاك الوقت كانت تنتهج منهج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أغلب العلماء معنا، نعم، من أغلب العلماء الذين تناولناهم في هذه الحلقات، نعم، شافعيون. نعم، نعم، يعني في لعل وحتى بعد ذلك أتت الدولة السلجوقية وكان المذهب الرسمي لها المذهب الشافعي. نعم. بالنسبة للغة رأينا أنه ذهب إلى البصرة وبغداد، فجمع بين علماء البصرة وعلماء بغداد، يعني خلط بين المذهبين. نعم، وإن كان في النحو لعله يميل إلى البصريين كثيرا لدراسته في البصرة، ولأن النحو البصري منضبط أكثر من النحو الكوفي. أما بالنسبة لأقوال العلماء فمن أقوالهم فيه الثعالبي يقول: كان يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في عصره علما وأدبا وزهدا وورعا وتدريسا وتأليفا، إلا أنه كان يقول شعرا حسنا. الخطابي زاد عليه، يعني زاد عليه. نعم صحيح. وقال عنه الحافظ أبو طاهر السلفي فيما رواه عنه الذهبي: وأما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود، فإذا وقف منصف على مصنفاته واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته، تحقق إمامته وديانته فيما يريده وأمانته، وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم، وطوف ثم ألف في فنون من العلم وصنف، وفي شيوخه كثرة وكذلك في تصانيفه. وقال ياقوت الحموي: كان محدثاً فقيهاً أديباً شاعراً لغوياً، أخذ اللغة والأدب عن أبي عمر الزاهد وأبي علي الصفار
وأبي جعفر الرزاز وغيرهم من علماء العراق. وقال ابن كثير: كان رأسا في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك، وهذا يظهر في كتاباته في شروحه للحديث، صحيح، يعني الناحية اللغوية بالذات. وقال كذلك: أحد المشاهير الأعيان والفقهاء المحدثين المكثرين له من المصنفات، معالم السنن وشرح البخاري وغير ذلك من التصانيف النافعة المفيدة، وله شعر حسن. آخر كلام لابن العماد الحنبلي، نعم، يقول عنه: كان أحد أوعية العلم في زمانه، حافظا فقيها مبرزا على أقوانه على أقرانه. نعم، ما شاء الله. نعم. إذا نأتي الآن دكتور حسن إلى أبرز مصنفات الإمام الخطابي رحمه الله، تفضل. له مصنفات كثيرة في الحقيقة، من أبرزها كتاب غريب الحديث، وهو مطبوع بأكثر من طبعة، منها طبعة جامعة أم القرى في مكة المكرمة بثلاثة أجزاء. من كتبه شرح البخاري، مطبوع أيضا في جامعة أم القرى بأربعة أجزاء. ومن كتبه معالم السنن، وهو شرح لسنن أبي داود، وكتاب سنن أبي داود من الكتب الستة المشهورة، وهو أيضا بأربعة أجزاء، مطبوع في المطبعة العلمية بحلب سنة 1932. من كتبه إصلاح غلط المحدثين، وهو في الحقيقة كتيب نفيس فيه توضيح ما يشكل من ألفاظ الحديث وإصلاح ما اشتهر على غير صواب من الألفاظ، وهذا الكتيب مطبوع بدار الكتب العلمية ببيروت، ومطبوع أيضا بمؤسسة الرسالة. من كتبه شأن الدعاء، من كتبه أيضا الغني عن الكلام وأهله. قال في مقدمته: عصمنا الله وإياك أخي من الأهواء المضلة والآراء المغوية والفتن المحيرة، ورزقنا وإياك الثبات على السنة والتمسك بها، وحببنا وإياك مداح، وأبعدنا الله وأعاذنا الله وإياك من حيرة الجهل وتعاطي الباطل والقول بما ليس لنا به علم والدخول فيما لا يعنينا. من كتبه أيضا بيان إعجاز القرآن، وهو كتاب مطبوع. من كتبه أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، بيان إعجاز القرآن، تفسير اللغة، دلائل النبوة، الجهاد. في الحقيقة له كتب كثيرة، ولكن علينا أن ننتبه إلى أن بعض هذه الكتب هي متداخلة فيما بينها، وليست عبارة عن كتب أو كتيبات منفصلة عن بعض. نعم، هكذا. نعم نعم دكتور، سنعود إذن أيضا نفصل ونبدأ في تفصيل الكتب قبل فاصل ديوان العرب مع الدكتور حمدي. حدثنا عن وجوه إعجاز القرآن دكتور عند الإمام الخطابي، وذلك من خلال كتابه بيان إعجاز القرآن. نعم، كتاب بيان إعجاز القرآن هو رسالة مطبوعة، طبع وحده وطبع تبعا لثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم بدار المعارف بمصر. وهذا الكتاب من الجوانب الرائعة في هذا الكتاب بأنه يهتم كثيرا بالجوانب البلاغية. نعم، فتكلم فيه عن وجوه إعجاز القرآن الكريم، وأشار إلى أن وجوه إعجاز القرآن الكريم تنحصر في وجوه أربعة. الوجه الأول: الإعجاز بالصرفة. هذا الوجه يقولون فيه بأن الله عز وجل جعل هذا القرآن معجزا بصرف الهمم عن معارضته. هذا المقصود بالصرف، هذا المقصود بالصرفة، يعني صرف الهمم عن معارضته، يعني أن العرب كانت تقدير على أن تأتي بمثل القرآن، لكن الله عز وجل صرف هممهم عن الإتيان بمثله. وأول من قال بهذا النظام كما تذكر كتب الفرق، واشتهر عنه، ولذا يقول الخطابي: وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه الصرفة، أي صرف الهمم عن المعارضة وإن كانت مقدورا عليها وغير معجزة عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجا عن مجاري العادات صار كسائر المعجزات. الوجه الثاني: الإعجاز بما تضمنه من أخبار عن وقائع مستقبلية، مثل مثلا الإخبار عن
أن الروم ستهزم الفرس، ألف لام ميم غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. صحيح. وتحقق هذا فعلا. الإخبار عن الغيبيات عامة، عن الماضي، عن المستقبل، عن كذا، وبذلك يعني يشير الإمام الباقلاني بأن هذا الوجه هو أحد الوجوه التي قالت بها الأشاعرة أو قالت به الأشاعرة. نعم. وهو الإعجاز الغيبي، ينقسم طبعا إلى إعجاز غيبي في الماضي وإعجاز غيبي في الحاضر وإعجاز غيبي في المستقبل. الإمام الخطابي يعني أورد هذا الوجه في رسالته ردا على من قال إنه وجه شامل للقرآن، وذلك لأن المعجزة القرآنية هي ما يستمر إعجازها إلى أن تقوم الساعة. إذن هذا وجه من وجوه، هذا وجه من الوجوه. نعم، هو طبعا يرد على هذه الأمور، يذكر الوجوه ويرد عليها. نعم. الوجه الثالث أن القرآن معجز بتحديه للعرب الفصحاء، وهو أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة أو بآية، فعجزوا عن ذلك. قد جاء بلسانهم. نعم. نعم، وكانوا يعني أساطين البلاغة والفصاحة في زمانهم. صحيح. نعم، مثلما بلغ الناس في عهد سيدنا موسى في السحر مبلغا كبيرا، فكانت معجزة السحر. يفهمون المفردات والسياق القرآني ليس كمثلنا الآن، نعود إلى المعاجم. نعم. هي لغتهم ويتحدثون بها. صحيح. ومنهم الشعراء والخطباء. صحيح. المبرزون في هذا الجانب. فهذا إعجاز، وهذا إعجاز. نعم. ولذا القرآن الكريم يعني أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبيدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم في النهاية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الوجه طبعا في كلام قاله في أمور البلاغة وكيف عجز العرب الذين هم أساطين البلاغة والفصاحة، لكن نذكر الوجه الرابع أو القول الرابع في وجوه الإعجاز التي ذكرها الإمام الخطابي، القول بالإعجاز البلاغي. البلاغي وهو، نعم، وهو الأهم، وهو طبعاً الأهم، وهو عمدة الكتاب أصلا الذي أو عمدة هذه الرسالة التي كتبها في بيان إعجاز القرآن الكريم. وكثير من علمائنا القدماء كانوا على هذا الرأي بأن القرآن الكريم معجز بما فيه من بلاغة. يعني أفاد من هذا الكتاب أيضا من جاء بعدهم. نعم، عبد القاهر الجرجاني. نعم، هو الجرجاني أفاد من هذه الكتب. من هذه الكتب. نعم. صحيح. التي سبقت وصاغها في قضية النظم. صحيح. وهو ما قال أيضا بكلام منه الإمام الخطابي. لعلي أقول جزءا، وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة. هذه الأشياء هي لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط لهما ناظم. نعم، جميل دكتور. نعم. نكتفي بهذا القدر. ومشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فلنتوقف الآن مع وقفة قصيرة وفقرة ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع أبي الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي أحد مفاخر الأدب العربي، صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة، القائل: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. لولا العلا لم تجب بي ما أجوب بها، وجناء حرف ولا جرداء قيد. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمه عين ولا جيد. ماذا لقيت من الدنيا وأعجبها، أني بما أنا باك منه محسود. أمسيت أروح مثر خازنا ويدا، أنا الغني وأموالي مواعيد. إني نزلت بكذابين ضيفهم، عن القرى وعن الترحال محدود. جود الرجال من الأيدي وجودهم،
من اللسان فلا كان ولا الجود. ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود. العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد الأنجاس مناكيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد فاصل ديوان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع في لسان العرب من الرافدين، الإمام الخطابي المحدث والفقيه اللغوي. مرحبا بكم مجددا دكتور حسن خطاف. إذن ننتقل الآن إلى كتاب مهم آخر هو غريب الحديث للإمام الخطابي، حدثنا عنه متفضلا أستاذ. حياكم الله. كتاب غريب الحديث في الحقيقة من أبرز كتبه التي ظهرت فيه شخصيته العلمية الحديثية واللغوية. وقد قام مركز البحث العلمي بمكة المكرمة في جامعة أم القرى بطبع هذا الكتاب في ثلاثة مجلدات، وهو الموجود في المكتبة الشاملة عندنا بـ900 صفحة. وقد اطلعت على أكثر من دراسة علمية حول هذا الكتاب، منها رسالة ماجستير بعنوان منهج الإمام الخطابي في كتابه غريب الحديث، وقد نوقشت بجامعة أم درمان في السودان. ومنها رسالة ماجستير بعنوان الإمام الخطابي وأثره في علم الحديث في غريب الحديث، وهي عبارة عن رسالة ماجستير أيضا نوقشت في جامعة أم القرى. ورسالة دكتوراه بعنوان منهج الإمام الخطابي في كتابه غريب الحديث، وهي رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى أيضا. هذا الكتاب لقي اهتماما واعتناء من العلماء، حتى قال عنه ياقوت الحمي، قال في غاية الحسن والبلاغة، ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد ولا ابن قتيبة في كتابهما، وهو كتاب ممتع مفيد. ذكر الإمام الخطابي رحمه الله الأسباب الحاملة على تصنيف هذا الكتاب قائلا: ثم إن الحديث لما ذهب أعلامه بانقراض القروض الثلاثة بانقراض القرون الثلاثة واستأخر به الزمان فتناقلته أيدي العجم وكثرت الرواة وقل منهم الرعاة وفشى اللحن، رأى أولو البصائر والعقول والذابون عن حريم الرسول أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه. هذا هو السبب الحامل له. ثم ذكر الإمام الخطابي من سبقه في هذا التصنيف ومما قاله في هذا الشأن، كان أول من سبق إليه أبو عبيد القاسم بن سلام، فصار كتابه إماما لأهل الحديث به يتذاكرون وإليه يتحاكمون. ثم انتهج نهجه ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم، فتتبع ما أغفله أبو عبيد من ذلك، وبقيت بعدهما صبابة للقول فيها متربص، توليت جمعها وتفسيرها مستعينا بالله يتحدث عن نفسه. يعني الإمام الخطابي هنا عفوا هو لديه تعقبات على من سبقه ووقوف على استدراكات أيضا. نعم، أضاف إلى الكتابين السابقين، أضاف إلى كتاب ابن قتيبة وأضاف إلى كتاب أبي عبيد. المنهج الذي سلكه في كتابه اتبع في ترتيبه نحو ما اتبعه أبو عبيد وابن قتيبة، سار على نهجهما في الحقيقة، وهو يتحدث عن نفسه قائلا فصار كنحو من كتاب أبي عبيد أو كتاب صاحبه، ونحوت نحوهما في الوضع والترتيب، وابتدأت أولا بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنيت بأحاديث الصحابة وأردفتها أحاديث التابعين. وهكذا هو إذن يتحدث في حقيقة الأمر عن هذا المنهج الذي سلكه في كتابه القيم الذي لا يستغني عنه طلاب العلم. نعم، بارك الله بكم دكتور. إذن دكتور حمدي، ننتقل أيضا إلى كتاب آخر مهم من كتب الخطابي رحمه الله، هو معالم السنن. تفضل دكتور. كتاب معالم السنن شرح فيه سنن أبي داود، وهو معلوم من الكتب الستة، سنن أبي داود. السنن أربعة والصحيحان أولا البخاري مسلم،
أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هكذا ترتب كتب يعني الصحاح الست. نعم الستة. هكذا ترتب. نعم. يعني في حتى عند التخريج يكون الترتيب هكذا يعني. صحيح. نعم. نعم. طبعا طلب منه أن يشرح السنة، هو لم يشرح الكتاب كل الأحاديث وإنما يعني شرح معظم الأحاديث الموجودة فيه التي تحتاج إلى شرح، وخاصة الشروح اللغوية لأنه يهتم بالجانب اللغوي كثيرا. نعم. صحيح. نعم. طلب منه أن يشرح سنن أبي داود، وهذا السبب الأول. السبب الثاني طبعا لبى ما طلبه إخوانه منه. السبب الثاني قال رأيت الناس في زماني على فريقين. نعم. فريق هم أهل الحديث والأثر، وفريق هم أهل الفقه والرأي. وكلا الفريقين يحتاجان إلى الحديث لأن الحديث من أصول الدين. طبعًا. القرآن والسنة هم الأصلان الأساسيان للأمور الشرعية. صحيح. نعم. ثم يبين أهمية كتاب سنن أبي داود فيقول واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه ورد ومنه شرب، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب، وعليه كثير من مدن أقطار الأرض. بيان لسبب اختيار. نعم. لابد العلماء هنا القدماء يضعون منهجية علمية في كتاباتهم. يعني قبل أن أكتب رسالة علمية لابد أن أضع منهجا السبب لاختيار الموضوع. صحيح. هذا موجود عند علمائنا القدماء، ليس يعني لم نأخذ هذا عن الغربيين وإنما موجود عندنا عند القدماء. صحيح. وضع خطة للشرح وللدراسة موجود عند علمائنا في ما يسمى بخطبة الكتاب أو مقدمة الكتاب. يعني ثم يأتي إلى المنهج. نعم. أيضا يذكر أقسام الحديث. نعم. أقسام الحديث الحسن، صحيح، سقيم، اللي هو الضعيف. لكن يذكر شيئا مهما يقول وحكي لنا عن أبي داود أنه قال ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. ويقصد بالناس العلماء. العلماء. نعم. ما ذكرت في كتابي حديثا اجتمع الناس على تركه. يعني لم يذكر من الحديث الموضوع الضعيف أو الموضوع الضعيف موجود. موجود. نعم. لكن الضعيف درجات. صحيح. نعم. يعني شرها الموضوع. صحيح. أما منهجه دكتور. منهجه. نعم. نذكر منهج الخطابي في شرح الألفاظ والعبارات الغريبة. حرص على أن يذكر المفردات أو العبارات الغريبة بعد إرادة الحديث مباشرة. نعم. فيفسرها قبل الكلام على الحديث وأحكامه. جميل. يعني نعم. يعني تفيد القارئ. يعني القارئ ليعرف أنه في بعض ألفاظ تكون غريبة على غير العربي القح. تحتاج إلى إيضاح. تحتاج إلى توضيح. صحيح. نعم. طبعا مثل هذه الأمور، مثلا عندما ندخل أعزكم الله الحمام نقول الدعاء الذي نقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقول بضم الباء لا بسكون الباء. ويشرح مع الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يعني ذكور الشياطين وإناث الشياطين. الأمر الثاني يهتم بالجوانب الصرفية، يعني اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، ثم يتكلم عن اللعينين، يريد الأمرين الجانبين للعن، الحاملين الناس عليه والداعيين إليه، ثم يتكلم عن لاعن بمعنى ملعون وموضوع الجانب الصرفي. صحيح. نعم. يوظف الإعراب في شرح الحديث. يعني غفرانك عند الخروج من الغائط من الأدعية المشهورة المعروفة، غفرانك. صحيح. أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن غفرانك صغير، غفرانك لماذا بالنصب؟ صحيح. نعم. يعني اللهم إني أسألك غفرانك. هكذا. نعم. هكذا يشرح الحديث بالحديث. وهذا من الأمور الجيدة، مثل تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أعلى الأمور أن أشرح الحديث بحديث آخر. وهذا ما يسمى في عند اللغويين أو العلماء الأدب
التناص. تناص صحيح. نعم يسمونه التناص بهذا المصطلح صحيح. او ترابط النصوص. ناتي بالنصوص المجمل في موضع مفصل في موضع اخر مطلق في موضع مقيد في موضع اخر فيجمع بين الامرين. آخر شيء يستدل ببعض النقول من اقوال ائمه اللغه العربيه كابن الاعرابي والاصمعي وغيرهما. نعم يعني مثلا يقول في دعاء الاستفتاح والشر ليس اليك سئل الخليل عن تفسيره فقال معناه الشر ليس مما يتقرب به إليك. هذا التقدير. نعم هذا جواب الخليل بن أحمد. نعم شرح الخليل بن أحمد لهذا. نعم. إذن دكتور حسن ننتقل الآن إلى إصلاح غلط المحدثين هذا الكتاب المهم. تفضل دكتور. حياكم الله. في الحقيقة بحكم اختصاصي بين العقيدة وبين الحديث يعني لا نستغني عن هذه الكتب ومن أبرزها كتاب غلط المحدثين أو إصلاح غلط المحدثين. أنا اطلعت على 3 طبعات لهذا الكتاب وله أكثر من اسم منها إصلاح الألفاظ بهذا الاسم إصلاح الألفاظ التي صحفها الرواة وباسم آخر إصلاح غلط المحدثين. تنبع أهمية هذا الكتاب في الحقيقة هو من الكتب الأساسية في إصلاح غلط الأحاديث من الرواة والمحدثين. الرواة والمحدثين. ولذا يكثر النقل عنه في كتب الحديث التي تقوم بشرح الحديث. وقد رجع إلى هذا الكتاب من العلماء الكبار كالنووي في شرحه لصحيح مسلم وكالوهراني في مطالع الأنوار على صحاح الآثار وكالقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم وابن حجر العسقلاني في شرح النخبة. عن هذا الكتاب يقول الخطابي رحمه الله في مقدمته يقول هذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة أصلحناها وأخبرنا بصوابها وفيها حروف تحتمل وجوها اخترنا منها أبينها وأوضحها. والكتيب هو في الحقيقة يجمع تقريبا 143 يعني حديثا قام بتصحيحها. عن الترتيب والمنهج أول حديث عنده في هذا الكتاب هو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. في الجانب اللغوي يقول عوام الرواة يولعون بكسر الميم من الميتة يقولون ميتته وإنما هي ميتته يريدون حيوان البحر إذا مات فيه. ثم ذكر بعد ذلك الفرق بين الميتة والميتة وجاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية فهي بكسر الميم هنا يقول عن هذا يعني الحالة التي مات عليها. ثم ذكر يقال مات فلان ميتة حسنة ومات ميتة سيئة كما قال فلان حسن القعدة والجلسة. ثم بعد ذلك يذكر شواهد لهذا. السؤال الذي نختم به هذا سؤالكم هل هذا الكتاب هو كتاب منفصل عن كتاب غريب الحديث أم هو كتاب إضافي؟ في حقيقة الأمر في مقدمة غريب الحديث يقول وختمت الكتاب كتابه ذلك بإصلاح ألفاظ من مشاهير الحديث يرويها عوام النقلة ملحونة ومحرفة عن جهة قصدها. ومن خلال تتبعي أنا شخصيا لهذه الأحاديث بالمقارنة مع كتاب غريب الحديث هو مأخوذ مستل من ذلك الكتاب وليس يعني رسالة من ضمن كتاب غريب الحديث هو. نعم هو هي رسالة مستلة من ذلك الكتاب. نعم دكتور حمدي يعني باختصار لو سمحتم حدثنا عن كتاب أعلام الحديث للإمام الخطابي. نعم. كتاب أعلام الحديث من أول الشروح لصحيح البخاري رحمه الله تعالى وقد توالت الشروح بعد ذلك لصحيح الإمام البخاري. ومعلوم بأن القرن الرابع الهجري الذي كان فيه الإمام الخطابي يعني حدثت فيه بعض الأمور من هذه الأمور رواية الحديث من غير لقاء رجاله ومن غير إجازة مكتوبة وبذلك حلت الكتب محل الأسفار. الأمر الثاني ظهرت في القرن الرابع الهجري كذلك كتب تعالج تصحيفات المحدثين. كتب حمزة بن الحسن الأصفهاني كتابه التنبيه على حدوث التصحيف وكتب أبو أحمد العسكري كتابه
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، وكتاب وكتب كتابه تصحيفات المحدثين، وكتب الدارقطني كتابا في التصحيف، كتب الإمام الخطابي رسالة موجزة سماها إصلاح غلط المحدثين. وكذلك وضعت الأصول التي يبنى عليها نقد الحديث وتكامل بناؤها في هذا القرن. وقد رتب ابن أبي حاتم ألفاظ الجرح والتعديل، وعين الإمام الخطابي لأول مرة أقسام الحديث الثلاثة الكبرى، وهي الصحيح والحسن والضعيف، وحدد الدارقطني معنى التعليق. ثم جاء الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 540 من الهجرة، فجعل أصول الحديث علما مستقلا. ولم تضف القرون التالية إلى ذلك إلا أشياء ثانوية. هذا الكتاب والذي نحن بصدده وأعلام المحدثين نعم هو أول شرح لصحيح الإمام البخاري، ثم تتابع الشراح بعد ذلك كابن بطال والنووي والكرماني وابن حجر والعيني وغير هؤلاء. يقول في سبب تأليفه أيضا بعض بعدما انتهى من معالم السنن طلب منه أن يشرح لهم صحيح البخاري. وصحيح البخاري معالم السنن يعني معلوم بأن معظم السنن في الأحكام الفقهية مرتبة على أبواب الفقه. أما صحيح البخاري فهو كتاب عام شامل. نعم صحيح. شامل لكل الأحاديث. نعم لكل الأحاديث سواء في العقيدة في العلم في في التفسير في غير في الأبواب الفقهية في كل أبواب العلم. صحيح. نعم فطبعا في بعض الأشياء التي يعني تشكل على هي صحيحة من حيث السند من حيث الرواية لكن تشكل على بعض العوام فتحتاج إلى شرح وإلى توضيح ولا يعرفها إلا الخواص، فتولى شرحها وتفسيرها وتولى التفسير على طريقة المحدثين بما يفيد المحدثين كثيرا. جميل. انتهى وقتنا، ويعني دقيقة معك دكتور حسن في آخر كتاب من كتاب الإمام الخطابي من كتبه، هو كتاب شأن الدعاء، تفضل دكتور. كتاب شأن الدعاء يعني معروف من اسمه فهو يتحدث عن الدعاء، هذا الكتاب طبع أكثر من طبعة، لكن عندما ترجم المترجمون للخطابي رحمه الله ذكروا أكثر من ثلاثة أسامي لهذا الكتاب بعنوان أسامي الرب عز وجل وشرح دعوات ابن خزيمة وشرح الأسماء الحسنى، وهذه في الحقيقة هي عبارة عن كتاب واحد. ولذلك هنا فقط أردت أن أنبه إلى أن ما يذكره المترجمون من تعداد بعض الكتب هي في الحقيقة قد تكون متداخلة. سبب هذا الكتاب أنه استجاب للطلاب الذين طلبوا منه يعني بتفسير والشرح الأسماء الله سبحانه وتعالى والحديث عن الدعاء، قسمه تقريبا ثلاث أقسام وركز على الجانب اللغوي وطول كثيرا في حديث إن لله تعالى 99 اسما. منهجه في هذا أنه يذكر الجوانب اللغوية ويذكر الآيات القرآنية المرتبطة بهذا الاسم، مثلا عندما يذكر المصور يأتي بقوله سبحانه وتعالى وصوركم فأحسن صوركم، ويذكر بعد ذلك الأحاديث التي توافق هذا المعنى، وبالتالي يصبح هذا الكتاب لا غنى لنا عنه. وبذلك نختم الجواب عن سؤالكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع أيضا نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة الأستاذ الدكتور حسن الخطاف الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة قطر، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لكم دكتور. حياكم الله وبارك الله بكم. وحياكم. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة وفقرة من الذاكرة مع أبي الطيب المتنبي. ما عرف المتأدبون ولا سجل مؤرخو الأدب أحفل من الثروة التي تركها أبو الطيب المتنبي من الشعر، ففيها من أبيات الفخر ما يملأ التياهين ويعجب المتكبرين، وفيها من قصائد الحكمة وثاقب النظرة ما لا يصدر إلا عن المحنكين المجربين، وما لا يعرفه إلا القادة المسنون الذين خبروا الدهر وزاملوا تقلباته، وفيها من جزالة الألفاظ وعذوبة المعاني ما يأخذ بألباب المتأدبين، وفيها من جودة السبك ورقة المعاني
ما يفتن المغنين والمطربين. وقد اختلف المؤرخون والرواة في شأنه، فمنهم المغالون في تكريمه والمتعصبون في شعره، ومنهم الناقدون له، ومنهم الحاقدون عليه لمكانته وشرف عبارته، ومنهم قليل من المتحاملين عليه الباحثين عن سقطاته وهناته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين. قد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، عنوان هذا الأسبوع: من الفوائد اللغوية عند الإمام الخطابي. حياكم الله مشاهدينا، ونبدأ في هذه الفوائد اللغوية للإمام الخطابي من سؤال عن عمود البلاغة. دكتور، ما عمود البلاغة عند الإمام الخطابي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الإمام الخطابي يجعل عمود البلاغة بأنه التفرقة بين الألفاظ المتقاربة في القرآن الكريم. يعني هذا، ولذا يعني اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام، وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة. ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب، كالعلم والمعرفة والحمد والشكر والبخل والشح وكالنعة والصفة وكقولك اقعد واجلس، يعني لا يقول بالمترادف في لا يقول، خصوصا في القرآن، وخاصة في القرآن الكريم. صحيح، نعم. أو هنا نأتي إلى، طالما ذكرت، ما دمت ذكرت دكتور العلم والمعرفة، فما الفرق بين العلم والمعرفة؟ نعم، نأخذ كلام الإمام الخطابي ثم نجمل كلامه. تفضل. يقول: عرفت الشيء وعلمته إذا أردت الإثبات الذي يرتفع معه الجهل. إلا أن قولك عرفت يقتضي مفعولا واحدا، كقولك عرفت زيدا. صحيح. وعلمت يقتضي مفعولين، كقولك علمت زيدا عاقلا. ولذلك صارت المعرفة تستعمل خصوصا في توحيد الله تعالى وإثبات ذاته، فتقول عرفت الله، لأن المعرفة علم قاصر لا بد من تثبت وتدبر وتفكر حتى تصل إلى الشيء، بخلاف العلم. صحيح. ولذلك تقول الله عالم ولا تصفه بالمعرفة. بالمعرفة. نعم. سبحان الله. نعم. فتقول عرفت الله، ولا تقول علمت الله إلا أن تضيف إليه صفة من الصفات. فتقول علمت الله عدلا وعلمته قادرا. ثم يقول: وحقيقة البيان في هذا أن العلم ضده الجهل، والمعرفة ضدها النكرة. صحيح. نعم. طبعا والكلام في هذا كثير، لكن الخلاصة بأن المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بتفكر. ولذلك هنا صاحب المفردات الراغب الأصفهاني يقول: ولما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال الله يعلم كذا، اللي هو المعرفة. نعم. نعم. ولا يقال يعرف كذا، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر. والأصل من عرفت أي أصبت عرفه، أي رائحته. مثلا دكتور، يعني من القرآن الكريم في هذا الجانب، يعني فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نعم. يعني صحيح. المعرفة علم، يعني علم ناقص فيه تدبر، لكن العلم ضده الجهل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وفي سورة يوسف عرفهم. نعم. فعرفهم وهم له منكرون. فيه أمور سابقة. نعم.
والمعرفة أتت أيضا عن تدبر وتفكر لأنه أيضا نعم وعلى المنافقين فلا تعرف فلعرفتهم بسيماهم نعم صحيح. الآيات كثيرة في موضوع عرف في القرآن الكريم جميل. نعم ننتقل إلى سؤال آخر دكتور الفرق ما الفرق بين الحمد والشكر يعني الحمد يكون ابتداء بمعنى الثناء ولا يكون الشكر إلا على الجزاء نعم. يقول الإمام الخطابي والحمد والشكر قد يشتركان أيضا والحمد لله على نعمه أي الشكر لله عليها ثم قد يتميز الشكر عن الحمد في أشياء نعم. فيكون الحمد ابتداء بمعنى الثناء ولا يكون الشكر إلا على الجزاء على الجزاء نعم ولذا الشكر على الإنسان يشكر غيره على شيء محبوب لا يكون على شيء مكروه صحيح. لكن الحمد يكون على المحبوب والمكروه ولذلك يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه على كل حال الحمد يعني لله على كل الحمد لله على كل حال سواء كان هذا الحال فيه خير أو فيه غير ذلك صحيح. نعم فالحمد عام والشكر خاص نعم. وأيضا يعني في هذا السياق من الآيات القرآنية اعملوا آل داود نعم موضوع الشكر نعم. كما يكون بالقول يكون بالفعل اعملوا آل داود شكرا نعم على أنه فعل عمل نعم ما الفرق إذن أيضا دكتور بين الشح والبخل نعم نعم في الحقيقة الإمام الخطابي تكلم عن الشح والبخل والعلماء كذلك تكلموا عنه كثيرا لكن نذكر كلام الإمام الخطابي لأننا مع الإمام الخطابي اليوم يقول وأما الشح والبخل فقد زعم بعضهم الزعم عندما يعبر به القدماء يعنون بأن الرأي مرجوح ليس راجح ليس راجح نعم أن البخل منع الحق نعم. وهو ظلم والشح ما يجده الشحيح في نفسه من الحزازة عند أداء الحق وإخراجه من يده نعم. قال ولذلك قيل الشحيح أعذر من الظالم قلت الخطابي يقول نعم. وقد وجدت هذا المعنى على العكس مما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ثم يذكر السند إلى جامع ابن شداد عن أبي الشعثاء قال قلت لعبد الله ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن نعم. إني أخاف أن أكون قد هلكت نعم. قال ولم ذاك قلت لأني سمعت الله يقول انظر إلى الأمر سمعت الله يقول القرآن نعم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يوقى من وقى يقي يوقى صحيح نعم 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 انتهى الوقت في آخر جملة يعني دكتور الفرق الشح بخل نعم. مع الحرص مع حرص تاج العروس البخل الشح البخل والحرص وقيل هو أشد البخل وهو أبلغ في المنع من البخل وقيل البخل في أفراد الأمور وآحادها والشح عام وقيل البخل بالمال والشح بالمال والمعروف وحضرت الأنفس الشح نعم, نعم. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جاريسون التركية شكرا جزيلا لكم بارك الله بارك الله دكتور. فيكم وجزاكم الله خيرا وإياكم مسك الختام سيكون مشاهدينا الكرام مع فقرة سيرة عالم واخترنا لكم أبا سليمان الإمام الخطابي في رعاية الله الإمام الخطابي المحدث والفقيه اللغوي هو أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ولد في مدينة بست من بلاد كابل تلقى العلوم بالبصرة وبغداد وأقام بمكة ردحا من الزمان وعاد إلى خراسان ثم أقام بقية حياته في مدينة بست الإمام اللغوي الأديب الرحال المحدث المفسر قال عنه ياقوت الحموي كان محدثاً فقيهاً أديباً شاعراً لغوياً أخذ اللغة والأدب عن أبي عمر الزاهد وأبي علي الصفار وأبي جعفر الرزاز وغيرهم من علماء العراق وقال ابن كثير كان رأساً في علم العربية والفقه والأدب وغير ذلك وقال ابن العماد الحنبلي كان أحد أوعية العلم في زمانه حافظاً فقيهاً مبرزاً على أقرانه ترك الخطابي مجموعة من الكتب القيمة في علوم مختلفة منها بيان إعجاز القرآن
وفيه تحدث الإمام الخطابي عن وجوه الإعجاز في القرآن. غريب الحديث، وفيه تعقبات على من سبقه في هذا الباب ووقوف على بعض الاستدراكات. معالم السنن، في شرح سنن أبي داود، وهو من الشروح الحديثية القيمة. إصلاح غلط المحدثين، من كتب التصحيح اللغوي لما يلحن فيه رواة الحديث. توفي الإمام الخطابي رحمه الله بمدينة بوست سنة 88 و300 للهجرة.